مساء الخير مجددا مشاهدي العربية، واهلا بكم الى اخبار الساعة مع ليا الاختيار. ابداوها بابرز العناوين. مبادرة السلام الصينية، اوكرانيا بانتظار مكالمة شي، وبوتين يصفها بقاعدة للتسوية. لائحة اتهام ترامب تنحي خلافات الجمهوريين جانبا ولو مؤقتا، والخوف من اعمال عنف. وزير المالية الإسرائيلي وتشريع الكنيسة يزيدان الطينة طينة حكومة نتنياهو بيلا، ووزير الدفاع قد يفاقم الأوضاع. الاحتجاجات الرافضة لتمرير إصلاح نظام التقاعد قنبلة موقوتة قد تفجر الوضع الاجتماعي. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا. على الرغم من مئات العقوبات التي انهالت على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين وملاحقته من قبل المحكمة الجنائية منذ أيام، لكن هناك صديق عزيز يصر على توطيد علاقته بالكرملين، وهو الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يزور حاليا موسكو. وبما أنهما صديقان عزيزان بالطبع ناقشا ملفات عديدة، ومنها خطة السلام التي أعلنتها بكين من أجل تسوية الحرب في أوكرانيا. نحو 4.5 ساعات قضاها الزعيمان في مناقشة تفاصيل الخطة، وتحدث عنها بوتين اليوم المبادرة الصينية قاعدة لتسوية الوضع في أوكرانيا. نعتقد أن العديد من البنود الواردة في خطة السلام التي قدمتها الصين تتفق مع النهج الروسي، ويمكن اتخاذها كأساس لتسوية سلمية عندما يكون الغرب وكييف مستعدين لها. ومع ذلك حتى الآن لم نرى مثل هذا الاستعداد من جانبهم. الرئيس الصيني تحدث اليوم عن خطة السلام، وأكد أن بلاده التزمت بموقف موضوعي وحيادي فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية. فيما يتعلق بمسألة الأزمة الأوكرانية، التزمت الصين دائما بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وبموقف موضوعي ونزيه. عملت بنشاط على تعزيز السلام والمفاوضات، وحددت موقفها على أساس مزايا الموضوع نفسه. لقد وقفنا دائما بثبات إلى جانب السلام والحوار وإلى الجانب الصحيح من التاريخ. وعلى وقع هذه الوساطة الصينية، اتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالوقوف عائق أمام أي محادثات سلام بشأن أوكرانيا. وقال بيسكوف إن الدول الغربية تمنع كييف من التفكير في محادثات سلام محتملة. الوساطة التي تقبلها روسيا هي صينية. الخارجية الروسية أعلنت اليوم أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لا يمكنهم لعب دور الوسيط في عملية السلام في أوكرانيا، كون هؤلاء مشاركين في الصراع مع روسيا على أراضي أوكرانيا بحسب قولهم. وفي وقت سابق دعا الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ إلى إنشاء مجموعة اتصال حول أوكرانيا من أجل إطلاق عملية السلام، والتي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. ماذا مشاهدينا عن الجانب الأوكراني؟
فنائبة رئيس الوزراء الأوكراني قالت إن كييف تنتظر معرفة ما إذا كانت ستتم مكالمة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والزعيم الصيني شي جين بينغ. وقالت لصحيفة إيطالية اليوم بأن هذه ستكون خطوة مهمة وأن هناك الكثير من الأمور التي ينبغي أن يقولها أو يقولوها لبعضهم البعض على حد تعبيرها. أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فأكد أنه دعا الصين إلى الحوار وينتظر رداً من بكين، حيث أشار زيلينسكي لأن بلاده عرضت على الصين أن تصبح شريكاً في البحث عن تسوية للنزاع في أوكرانيا. المزيد حول هذه الزيارة وهذه الشراكة الصينية الروسية تنضم إلينا من موسكو كاتيا طعمي مراسلة العربية. كاتيا، أبرز ما بحث بهذه الزيارة وأبرز ما توصلت إليه هذه الزيارة حتى هذه الساعة. مرحبا ليال، بالفعل اليوم الثاني انتهى، اللقاءات انتهت، كانت مكثفة بالنسبة للرئيس الصيني التي ابتدأها طبعا مع بلقائه مع رئيس الحكومة الروسي. بالإضافة لذلك كان هناك اجتماعات على النطاق الموسع والضيق بين وفدي روسيا والصين، ترأسها طبعا الزعيمان الزعيمان الصيني والروسي. طبعا أهم الملفات أولا كان على الصعيد السياسي، تم بحث الأزمة الأوكرانية وطبعا خطة الصين حول خطة السلام الصينية التي طرحتها منذ فترة، الذي أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنها يمكن أن تكون كقاعدة في المستقبل لإجراء محادثات مع جانب الأوكراني في حال طبعا رغب الغرب وأوكرانيا. ولكن حتى الآن كما قال الرئيس الروسي بوتين أنه لا يوجد بوادر وأن الغرب يحارب روسيا في أوكرانيا حتى آخر أوكراني. بالإضافة لذلك هناك الملفات الاقتصادية وهي كانت بشكل موسع، تم بحث عدة محاور منها أولا توريد الطاقة وزيادة توريد الغاز الروسي إلى الصين عن طريق إطلاق خطة لبناء مشروع قوة سيبيريا 2. بالإضافة لذلك زيادة واردات النفط إلى الصين وبناء محطة نووية كهربائية في الصين. بالإضافة لذلك هناك كان مشاريع تتعلق بالمواصلات والتي تحدث عنها رئيس الوزراء الروسي. هناك مشاريع تطلق أيضا بين روسيا والصين فيما يخص المواصلات في سيبيريا وفي آسيا أيضا. إذن روسيا من هذا الباب تنطلق إلى توجه آخر من خلال طبعا الاقتصاد في ظل العقوبات اللي تم فرضها عليها. هي تعول كثيرا على الصين كشراكة استراتيجية، وكان هناك كم كبير من الاتفاقيات التي تم توقيعها، من بينها اتفاقية تعميق التعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي التي أيضا وقعتها اليوم. هي كما يعتبرها الغرب هي رسائل، عفوا الخبراء يعتبرها هي رسائل للغرب أن عن وجود شريك مثل الصين إلى جانب روسيا، هو يؤكد التوجه نحو إنشاء عالم متعدد الأقطاب وليس أحادي، وإنهاء حقبة العالم الأحادي الأقطاب كما كان منذ وقت طويل. نعم، شكرا لك كاتيا طعمي مراسلة العربية، حدثنا من موسكو. محور صيني روسي بوجه واشنطن. موسكو وبحسب مجلة بوليتيكو صبت جام غضبها على الغرب العام الماضي، ولغة خطابها باتت عن شيء واحد، تحولها عن الغرب واصطفافها مع الصين وإيران. لكن الداخل الروسي وبحسب بوليتيكو ليس سعيدا بالشريك الصيني. بوليتيكو تحدثت عن معارضين روس تذمروا من قلة ونوعية الدعم المقدم من الصين. المشاعر متبادلة. دبلوماسيون صينيون أشاروا إلى أن صبرهم نفذ من أفعال الروس في أوكرانيا. وفي التطورات الميدانية تتغير المعادلة وتتغير، هنا نتحدث كل ساعة. على هذا النحو باتت تسير حسابات الحرب في أوكرانيا. تقديرات أوروبية ترجح دخول الحرب مرحلة خطيرة في ظل ازدياد احتياجات كييف للصمود وحشد الروس ل 300 ألف مقاتل لشن هجوم وشي. نداءات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأخيرة إلى الحلفاء باستعجال مد بلاده بالذخيرة التي واشكت على النفاذ سرعان ما لاقت استجابة واسعة.
أما ميدانياً مشاهدينا في القرم، أقرت موسكو بوقوع حادث استهداف شحنة من صواريخ كروز الروسية من طراز كاليبر أثناء نقلها عبر السكك الحديدية في منطقة جانكوي شمال شبه جزيرة القرم. وفي بخموت المعركة تحتدم أكثر، إذ يتبادل الطرفان القصف والاتهامات في محاولة لتغيير المعادلة على الأرض، مع تعهد كل منهما حسم المعركة. أما في دونياسك شرقي أوكرانيا، المعركة لا تقل حدة عن بخموت، إذ أسفر القصف الروسي عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين خلال 24 ساعة الماضية. في الأثناء، قال مسؤولون أمريكيون إن البنتاغون يسرع عمليات تسليم دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا، وأنها اختارت تحديث نموذج قديم لضمان سرعة التسليم. هذا وكانت واشنطن قد أعلنت في يناير أنها سترسل الدبابات بعدما أصرت لأشهر على أنها دبابات معقدة للغاية ويصعب صيانتها وإصلاحها. هذا وتستعد روسيا وأوكرانيا لمرحلة جديدة من الصراع مع حلول فصل الربيع. استعدادات من الجانبين تهدد جهود السلام بالفشل، خاصة المساعي الصينية والورقة التي أعدتها لوقف القتال. أصوات البنادق والمدافع في أوكرانيا لا تترك أي مجال لسماع نداءات الحلحلة السلمية. من ربيع العام الماضي إلى ربيع العام الحالي، مدة زمنية استعرت فيها نيران الحرب أكثر فأكثر. المرحلة المقبلة تحمل نذر قتال ضار. صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن روسيا تستعد لمعركة الربيع في وقت حذر رئيس مجموعة فاغنر من أن الجيش الأوكراني يخطط لهجوم وشيك يهدف إلى فصل قواته عن الحشد الرئيسي للجيش الروسي. الصحيفة ذاتها أكدت أن أوكرانيا تستعد لدفع الروس بعيداً عن مناطق سجلوا فيها انتصارات محدودة خلال الشتاء مثل باخموت. مدينة أفدييفكا الواقعة على مشارف دونيتسك في مرمى نيران القوة الروسية التي تسعى لبدء هجومها الربيعي، هجوم تقول كييف إنه على وشك التلاشي. غير أن استخدام روسيا لصواريخها الأسرع من الصوت إذا استمر، فإن أوكرانيا قد لا تستطيع الحفاظ على التوازن الدقيق في تزويد الطاقة والخدمات الأخرى، ما يصعب عليها الأمور أكثر فأكثر. المعاناة في الحرب لا تقتصر على طرف دون الآخر. القوات الروسية هي الأخرى تتكبد خسائر فادحة لأنها تهاجم مستخدمة طرقا معروفة للجيش الأوكراني. تطورات على الأرض تسير عكس الجهود المبذولة، خاصة تلك التي تقوم بها الصين. دول غربية طالبت شي جين بينغ بالضغط على بوتين للتراجع مقابل رفض واضح من البيت الأبيض لمساعي الصين، جهود تصطدم بما يحدث على أرض المعركة. فبسبب الدعم المتزايد من الغرب للقوة الأوكرانية خاصة من الولايات المتحدة وإصرار موسكو طرفي الصراع. بلال البجديني، العربية. مشاهدينا تتابعونا في أخبار التاسعة، ولكن بعد قليل، قبيل زيارة رئيسة تايوان لواشنطن، مسؤول أمريكي يحذر بكين من التصعيد. أهلا بكم من جديد. متاعب ترامب تثقل كاهله، والأزمات باتت تلاحقه من كل حدب وصوب، والجنائية آخرها على خلفية توجيه المدعي العام في مانهاتن اتهامات بشأن دفع مبلغ مالي لممثلة إباحية عام 2016 من أجل عدم الحديث طبعا عن علاقتهما قبيل الانتخابات الرئاسية وقتها. هذه الاتهامات لاقت اصطفافا من حلفائه الجمهوريين، إذ يحاول حلفاء ترامب في مجلس النواب طلب شهادة المدعي العام في مانهاتن من أجل السعي طبعا لإحباط التحقيق. في الأثناء، تستعد الشرطة في مدن كبرى لاضطرابات محتملة في حال توقيف ترامب بسبب هذا الاتهام، وتكثف السلطات في نيويورك وواشنطن والعاصمة ولوس أنجلوس من وجودها تحسباً لاحتجاجات، حيث قيمت المتاريس والحواجز الفولاذية خارج محكمة مانهاتن الجنائية، حيث يمكن توجيه الاتهام إلى ترامب.
وتعليقا مشاهدينا على قضية ترامب الأخيرة، تجاوز عدد الجمهوريين الخلافات، عدد منهم الخلافات طبعا مع ترامب. نائب الرئيس السابق مايك بنس الذي انتقب ترامب سابقا وقف بجانبه وقال إن الأمريكيين لا يريدون رؤية ترامب متهما. حاكم ولاية فلوريدا رون دي سنتس قال أيضا وانتقد قرار المدعي العام في منهاتن، ورغم أنه لم يقدم الدعم لكن دي سنتس تعهد بأن مكتبه لن يتدخل في تسليم ترامب إلى نيويورك. لكن هذا لم يمنع دي سنتس من محاولة استغلال الأزمة، حيث سخر من الموقف الذي وضع فيه ترامب نفسه. لا أعرف ما الذي يمكن أن يدفع لتقديم أموال لنجمة إباحية لتأمين الصمت بشأن نوع من العلاقة المزعومة، لا أستطيع التحدث عن ذلك. ما يمكنني قوله هو أنه إذا كان لديك مدع عام يتجاهل الجرائم التي تحدث كل يوم في نطاق سلطته القضائية واختار العودة إلى سنوات مضت لمحاولة استخدام شيء ما حول مدفوعات الأموال التي يتم دفعها لنجوم الأفلام الإباحية، فهذا مثال على اتباع أجندة سياسية. أعتقد أن هذا خطأ جوهري. أما خصوم ترامب، الديمقراطيون يتوقون لمحاسبته بموجب القانون بحسب موقع أكسيوس، لكن البعض يخشى أن تقوض هذه التهم الجنائية القضايا القانونية الأكثر أهمية المتهم فيها الرئيس السابق. المشرعون في كلا الحزبين هم الآخرين قلقون، إذ حذروا من أن تؤدي احتجاجات أنصار ترامب إلى اندلاع أعمال عنف، إذ يرى العديد من أعضاء الكونغرس أن شبح السادس من يناير يلوح في الأفق، بينما يقوم الرئيس السابق بتحشيد مؤيديه بنفس الطريقة. من جهتها مشاهدين، أفادت وكالة بلومبرغ إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن يتم تكبيل يديه إذا وجه رسميا ضده الاتهام في نيويورك. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أنه على الرغم من أن ترامب سيتم أخذ بصمات أصابعه وتصويره بشكل جانبي وأمامي، إلا أنه لن يتم تقييد يديه أمام الكاميرات أو وضعه في زنزانة، مضيفا أنه من المحتمل أن يظل رهن الاحتجاز تحت حراسة جهاز سري سيكون مكلف بالحماية. مزيد من التفاصيل عن هذه المحاكمة ينضم إلينا من نيويورك مراسل العربية حسين الطود. حسين، يعني ضمن التغطيات السابقة كنت تقول حتى الساعة ليس هو معلوم إذا ما كان سيتم توقيف ترامب أم لا، هل هناك أي معطيات قضائية جديدة من أمام المحكمة؟ تحية لك ليال. بحسب صحيفة ديلي ميل نقلا عن مصادر قالت أنها مطلعة على القضية، فإنه من المحتمل أن يوجه الاتهام لدونالد ترامب غدا الأربعاء، ولكنه لن يحضر إلى نيويورك حتى الأسبوع المقبل. الصحيفة أضافت بأنه بعد توجيه الاتهام، احتمال توجيه الاتهام، سيتم التواصل بين مكتب المدعي العام وبين جهاز الخدمة السرية الذي يحمي ترامب. بعد ذلك سيتم التنسيق بين هذين الجهازين من أجل وضع ترتيبات لتسليم دونالد ترامب لنفسه عندما يأتي إلى نيويورك. طبعا هي رجحت احتمال أن يأتي دونالد ترامب إلى نيويورك، أن يسافر من فلوريدا إلى هذه إلى هنا إلى هذه المنطقة، وأن لا يسلم نفسه هناك رغم أنه يستطيع فعل ذلك. هذه هي آخر المعلومات التي لدينا بهذا الشأن. طبعا كما سبق وذكرنا كان هناك تجهيزات وحشود أمنية وإجراءات أمنية احترازية اتخذتها شرطة نيويورك تحسبا من أي أعمال شغب قد تنتج عن قيام مؤيدي ترامب بالتظاهر هنا، ولكن حتى الآن هذا اليوم مر بسلام كما رأينا وشاهدنا، ولكن شرطة نيويورك مستمرة بتواجدها بطلب من عناصرها وضباطها بأن يبقوا يقظين، لأنه ربما إذا تم توجيه الاتهام غدا ربما يكون هناك تظاهرات غدا، ولكن الحواجز الحديدية ما زالت موجودة هنا. أيضا يوجد حضور، إضافة للحضور الأمني المكثف، هناك حضور إعلامي كبير، تغطية إعلامية كبيرة من مختلف القنوات الأمريكية وحتى العالمية. طبعا موضوع كيف سيتم التعامل مع ترامب، هذه الإجراءات في الحقيقة ما زالت غير واضحة 100% ليال، لأن هذه سابقة في التاريخ الأمريكي بأن يتم توجيه تهم لرئيس سابق، لذلك ليس من المؤكد كما يشير أو تشير معظم وسائل الإعلام الأمريكية كيف سيتم التعامل مع ترامب. بالتأكيد
سيتم أخذ بصماته، بالتأكيد ستأخذ له الصور، ولكن هناك مثلا خلاف حول موضوع تكبير يديه، كيف سيتم التعامل معه؟ هل ستأخذ بعين الاعتبار أنه كان رئيسا سابقا أم لا؟ هناك من يقول بأن القانون فوق الجميع، ولكن هناك من يقول أيضا يجب احترام منصب الرئاسة، ودونالد ترامب كان رئيسا سابقا، لهذا هناك توقعات بأن يتم التعامل معه بنوع من الخصوصية بسبب منصبه السابق. نعم، شكرا لك حسين الطود مراسل عربية حدثنا من نيويورك. دانت الخارجية السعودية التصريحات المسيئة والعنصرية الصادرة عن أحد المسؤولين الإسرائيليين بحق فلسطين وشعبها، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية. الخارجية السعودية أكدت موقف الرياض الرافض لتلك التصريحات كونها تنشر خطاب الكراهية وتحرض على العنف وتقوض محادثات السلام، وأكدت المملكة على دعمها للجهود الدولية بهدف حل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية. في الأثناء مشاهدينا، وصفت الخارجية الأمريكية تصريحات وزير مالية إسرائيل بشأن الفلسطينيين بالخطيرة، بينما وصفها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بالتحريضية والعنصرية العاكسة للفكر الإقصائي المتطرف. فلنسمع. كما قلنا، التصريحات العنصرية التحريضية الاستفزازية التي أطلقها وزير في الحكومة الإسرائيلية و إطلاق هذه التصريحات على منبر يحمل خريطة مزعومة لإسرائيل تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتضم المملكة الأردنية الهاشمية، هذه تصريحات ومواقف وتصرفات تحريضية عنصرية تعكس فكرا إقصائيا عنصريا متطرفا، أكدنا إدانته واستنكاره ورفضه، وتواصلنا مع المجتمع الدولي لإبراز خطورة مثل هذا الفكر الإقصائي العنصري التحريضي وانعكاساته على ليس فقط العملية السلمية، ولكن ما يرسله من رسالة حول خطورة هذا الفكر العنصري المتطرف. وزير المالية الإسرائيلي يبدو أنه يزيد الوضع تعقيدا بالنسبة لحكومة نتنياهو المثقلة أصلا بالمشاكل التي تواجهها. قد يفاقم وزير آخر، وهنا وزير الدفاع، هذه الأزمة. فالقناة الثالثة عشرة الإسرائيلية قالت إن وزير الدفاع يوآف جالنت أبلغ نتنياهو عزمه الاستقالة من منصبه إذا واصل الائتلاف الحاكم تشريع التغييرات على جهاز القضاء بشكل أحادي الجانب ومن دون إجماع واسع. ونقلت القناة عن الوزير قوله إن دعوات عصيان الأوامر العسكرية من شأنها أن تمس قدرة الجيش على أداء مهامه. أمر آخر مقلق هذه المرة كشفت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي التي أفادت عبر مراسلها السياسي بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تلقى رسائل من مسؤولين كبار في إدارة بايدن لنصحه بعدم زيارة واشنطن في الوقت الراهن مع اتساع الاحتجاجات الداخلية ضد قانون تغيير النظام القضائي. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تقريرها عبر تويتر إن المسؤولين الأمريكيين حذروا نتنياهو من أنه سيواجه انتقادات علنية إذا جاء إلى البيت الأبيض. هذا الضغط الأمريكي ربما يبدو أنه أسفر عن تغيير في خطط نتنياهو، حيث أعلن تخفيفاً لخطته الرامية إلى تعديل النظام القضائي، لكن المعارضة قالت إن الخطة لا تزال تمثل تحدياً للتشريعات الأساسية في المحكمة العليا، مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية. في شأن آخر يخص حكومة نتنياهو أيضاً، أبدت الخارجية الأمريكية انزعاجها الشديد من إلغاء الكنيسة إعادة المستوطنات شمال الضفة، مؤكدة أن التشريع استفزازي وينتهك الوعود. وكانت الكنيسة الإسرائيلية كان قد صادق اليوم على قانون أقره عام 2005 ويمنح للإسرائيليين حق العودة إلى مستوطنات سابقة تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية. من حيفا ينضم إلينا يؤاف شطرين المحلل السياسي. أستاذ يؤاف، سأبدأ من موضوع يعني التحذيرات الأمريكية، الانتقادات تتسع وتكبر لنتنياهو ولحكومته. من المعلوم بأن القيم الديمقراطية هي أساس العلاقة بين واشنطن وبين إسرائيل، وبأن النموذج الديمقراطي الذي يعني أرسته إسرائيل هو تعبير عن النموذج الأمريكي. اليوم يعني تدمير هذا النموذج كما يفعل نتنياهو، إلى أي مدى سيضر بالعلاقة بين الطرفين؟
إحنا نرى أن هناك توتر بالعلاقات ما بين حكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية. هذا توتر بات جلياً بعد دخول نتنياهو إلى المنصب. لم تتم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض كما كان متوقعاً، وهذا توتر مستمر. هناك تحذيرات أمريكية على طول الخط من كل الكبار المسؤولين الذين زاروا إسرائيل، وهذه تحذيرات كما نسمع مستمرة. بالفعل ما تقوم به حكومة نتنياهو يعتبر في واشنطن خرق للأسس الديمقراطية، مع أنه الديمقراطية في إسرائيل مختلفة نوعا ما عن الديمقراطية في الولايات المتحدة، هكذا كان دائما. واليوم نتنياهو يقوم بخطوة التي فيها يعني نقاط تشابه مع ما يحدث في الولايات المتحدة، ولكن النظام الديمقراطي ككل في إسرائيل مختلف تماما. وما يقوم به نتنياهو في هذا الإطار معناه تدمير الديمقراطية في إسرائيل. البوادر الانقسام الداخلي داخل يعني حكومة نتنياهو بعدما سمعناه عن وزير الدفاع، إلى أي مدى سيضعف موقف نتنياهو؟ وماذا عن بوادر الأزمة الدستورية مع رفض نتنياهو لجوء المعارضة إلى ما يعرف بالمحكمة العليا لطبعا الاعتراض على التعديلات؟ نعم، حتى الآن المعارضة ترفض أي تواصل مع الائتلاف الحاكم بشأن هذه التعديلات التي مزمع إجراؤها في الجهاز القضائي. المعارضة تقول إنه لا يمكن في ظل ما يحدث من عمليات سن القوانين أن يتم هناك حوار أو مفاوضات حول كل هذه النقاط. هذا يضعف فقط المعارضة، لأن الائتلاف الحاكم قد يعمل ما يشاء فيما بعد. لهذا السبب سمعنا اليوم نوع من التنازل نوعا ما من قبل سموتريتش، الذي أعلن هذا المساء بأن هناك نية لوقف سن القوانين خلال عيد الفصح المجيد لدى الشعب اليهودي. عيد الفصح سيأتي بعد كم من أسبوع، بعد أسبوعين من الآن. في هذه الفترة لا أعتقد، أستبعد أن تكون هناك مفاوضات حقيقية، وبعد ذلك يجب على نتنياهو أن يقرر أما أنا الاستمرار في عملية صن هذه القوانين وتعميق للأزمة يا أما وقفها. تعميق الأزمة داخليا وتعميق الأزمة خارجيا، يعني اليوم مع قرار إلغاء الكنيسة إعادة المستوطنات لشمال الضفة، يعني اليوم نتنياهو يصعد داخليا وخارجيا، إلى أي مدى التصعيدين سيضران به؟ وهل يمكن أن نرى تصعيد يعني على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع الدخول شهر رمضان المبارك، خصوصا أن هناك تخوفات بهذا الخصوص؟ بكل تأكيد، والأجواء متوترة جدا، خصوصا في ظل التصريحات والخطوات التي تقوم به حكومة إسرائيل بما في ذلك تعديل القانون اليوم حاليا يسمح للإسرائيليين العودة لزيارة إلى المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية. أعتقد أن حكومة نتنياهو أو جهات فيها على الأقل معنية بأن يكون هناك احتكاك أكثر مع الطرف الفلسطيني هي، وسمعنا تصريحات يعني سموتريتش يقول أنه ليس هناك شعب فلسطيني. هذا هو الموقف الحقيقي لهذه الفئات، هم لا يعترفون أصلا بأن هناك شعب فلسطيني. وأعتقد أنه في شهر رمضان المبارك للأسف الشديد الأجواء ستكون متوترة جدا. عيد الفصح لدى الشعب اليهودي يصادف شهر رمضان هذه المرة، أعتقد أنه قد ننزلق إلى العنف للأسف الشديد في الأسابيع المقبلة. وساعتها سيكون الضغط على نتنياهو كثير. إذن فوضى داخلية وفوضى خارجية. شكرا لك أستاذ يؤاف شطرين المحلل السياسي، حدثنا من حيفا.
فيما يتوقع أن تحل رئيسة تايوان تساي إنغ وين ضيفة على الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري، حذر مسؤول أمريكي رفيع الصين من التصعيد، إذ أكد أن واشنطن لا ترى أي مبرر لأن تستخدم بكين هذه الزيارة كذريعة من أجل تكثيف أي نشاط عدواني حول مضيق تايوان. كما أوضح المسؤول أن الإدارة الأمريكية تطالب الصين بإبقاء قنوات الاتصالات رفيعة المستوى مفتوحة بحسب ما نقلت رويترز. وفي السياق اعتبر المسؤول أنه لا شيء جديد في زيارات تساي، وأنها لا تختلف طبعا عن زيارات سابقة جرت، وبالتالي لا يجب تحميل هذه الزيارة أكثر مما تحمله. على الجهة الأخرى مشاهدينا، نددت وزارة الخارجية الصينية بتلك الزيارة مؤكدة رفضها لها تحت أي مسمى أو عنوان. توترات بين بكين وواشنطن بلغت أعلى مستوياتها منذ سنوات، أما السبب فالدعم الأمريكي لتايوان. ففي أغسطس 2022 أجرى الجيش الصيني مناورات عسكرية ضخمة رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان. كما أرسلت الصين سفناً وطائرات بانتظام عبر خط الوسط، وأطلقت صواريخ فوق تايوان سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. من جهتها تايوان سعت إلى الطلب من واشنطن زيادة دعمها العسكري لتوافق واشنطن على بيعها أسلحة منها ذخيرة لطائرات مقاتلة من طراز F-16. تواجه منصة تيك توك اتهامات بالتجسس ونشر محتوى مسيء، وما جعل المطالب بحظر التطبيق في دول كثيرة تتزايد، خاصة في الولايات المتحدة، بل ووصلت حد مقاطعته. فلنتابع. تيك توك حكاية تطبيق للمقاطع المصورة تتحول إلى مصدر جدل دولي عابر للقارات. منصة أطلقت من الصين عام 2016 لتنتشر كالنار في الهشيم، خاصة في هواتف المراهقين عبر كل الأصقاع. حرب عالمية على تيك توك من الولايات المتحدة إلى أوروبا، تضاعفت حدة الانتقادات بل الإجراءات. عدد متزايد من المشرعين الأمريكيين يسعون إلى حظر التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. واشنطن تكشف عن تتبع التطبيق لعشرات المواقع الحكومية، ما يعني التجسس. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت ما هو أخطر. تقرير لشركة الأمن السبراني قال إن أكثر من 20 موقعاً حكومياً في الولايات المتحدة يحتوي على شفرة تتبع الويب، والتي أعدتها بايت دانس الشركة الأم لتيك توك. الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زي تشيو نفى الاتهامات وقال إن الشركة تواجه لحظة فارقة ومحورية. التطبيق يضم الآن أكثر من 150 مليون مستخدم نشط شهرياً في الولايات المتحدة، أي ما يقرب من نصف عدد السكان. المصائب لا تأتي فرادى. بعد واشنطن، روما تفتح تحقيقاً في انتهاك تيك توك قواعد النشر. أما أوسلو فقد نصحت موظفيها بعدم تحميل التطبيق. المنصة الصينية الشهيرة مهددة في كل مكان. المخاطر تصل حد مقاضاتها في إيطاليا بسبب مضمونها الذي يختلف عما يبث داخل الصين وخارجها. الاتهامات تتراوح بين نشر محتوى سيء يشجع على سوء التغذية والترويج للانتحار والتأثير على القاصرين أيضا. هي تفاعلات ما تزال مستمرة في انتظار مستقبل التطبيق المثير للجدل. بلال البجديني، العربية. تتابعونا في أخبار الساعة مشاهدينا، ولكن بعد قليل. في أفغانستان عام دراسي جديد فتحت أبوابه للجميع من قبل طالبان إلا الطالبات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. في فرنسا اتهمت زعيمة اليمين مارين لوبان الرئيس إيمانويل ماكرون بدفع البلاد إلى حافة انفجار اجتماعي بسبب إصلاحه المتعلق بنظام المعاشات التقاعدية. وقالت لوبان في مقابلة مع وكالة فرانس بريس إن الحكومة تهيئ كل الظروف لانفجار اجتماعي، وكأنهم يبحثون عن ذلك. قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة لتدمر معها مؤسسات الجمهورية الخامسة في فرنسا إن توصلت الاحتجاجات الرافضة لتمرير إصلاح نظام التقاعد.
المعارضة أكدت استمرارها في اتباع كل الطرق لإسقاط قانون التقاعد ومعه الحكومة بعد أن أخفق نوابها في الجمعية الوطنية الفرنسية في حجب الثقة عن حكومة إليزابيث بيرن، حيث أعلن رئيس الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيت عن فشلها. الأغلبية المطلوبة للتصويت بحجب الثقة هي 287، بما أنه لم يتم الوصول إلى الأغلبية المطلوبة فلم يتم اعتماد اقتراح سحب الثقة. أما المحامية ماتيلد بانو من حزب فرنسا الأبية فوصفت الحكومة بالميتة. احتجنا فقط إلى 9 أصوات لحجب الثقة وكسر هذه الحكومة وإصلاحها. الحكومة ميتة بالفعل في أعين الشعب الفرنسي ولم تعد تتمتع بالشرعية. اتهامات بالبؤس المعنوي والسياسي وعدم امتلاك الشرعية الشعبية ولا النيابية يواجهها الرئيس الفرنسي الذي بات مستقبله على المحك، اتهامات قد تدخل البلاد في أزمة حكم هي الأولى في تاريخ فرنسا. مارين لوبان زعيمة أقصى اليسار كان لها رأي آخر، حيث اتهمت الرئيس إيمانويل ماكرون بالفشل الذريع وبأن سياسته ستساهم في تمزيق الدولة الفرنسية. صحيفة لوبينيون محسوبة على الليبراليين في فرنسا أكدت أن الأزمة قد تتفاقم والحكومة ستتعرض لخسائر كبيرة وهي تخوض معركة إصلاح نظام التقاعد. أما صحيفة لومانيتي المحسوبة على أقصى اليسار فأشارت إلى وضع لا يحتمل وحالة من الانهيار في قواعد الحكومة الفرنسية. مراقبون للتطورات الحاصلة أكدوا أن استعمال منطق القوة في تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد سيؤدي لإغراق البلاد في المزيد من الفوضى. وفي أفغانستان أعيد فتح المدارس للعام الدراسي الجديد ولكن بدون فصول دراسية، حيث باتت المدارس خالية من التلاميذ أو بالأحرى من التلميذات بسبب القيود التي تفرضها طالبان على تعليمهم. من جهتها طالبت الأمم المتحدة حركة طالبان في أفغانستان بالتراجع عن المنع الذي فرضته على تعليم المرأة. مجموعة خبراء من الأمم المتحدة أكدنا أن طالبان ليس لديها أي مبرر لإنكار حق المرأة في التعليم، كما أضافوا أن أفغانستان طرف في معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهي ملزمة بحماية حقوق المرأة في التعليم. كما عبرت الأمم المتحدة عن مخاوفها حول جودة التعليم كون طالبان استبدلت المعلمين المحترفين في المدارس وغيرت المناهج الدراسية. في حفل في الرياض احتفت قناة العربية بمرور 20 عام على تأسيسها، حيث أكد القائمون على المحطة مواصلة العمل للحفاظ على موقع العربية الرائد في فضاء الإعلام العربي. في الرياض احتفلت العربية بعيد تأسيسها 20. في مارس 2003 انطلقت من مجموعة MBC، وبعد ذلك التاريخ بعقدين لا تزال رقما أساسيا في فضاء الإعلام العربي، بحضور لافت من وزراء سعوديين وعدد من الإعلاميين والفنانين. استعرض رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الشيخ وليد الإبراهيم الهدف وراء تأسيس العربية وما أنجزته في 20 عاماً. ولدت العربية من غرفة أخبار MBC لتكون المتخصصة والشاملة في مجالها، ومنذ البدء كانت مشروعاً وطنياً سعودياً. بعد أن ظهرت القنوات الفضائية الإخبارية الناطقة بالعربية والتي سعى بعضها لتوجيه الرأي العام وفقاً لأجندات معينة، كانت في أغلب الأحداث تتخذ مواقف سلبية
من المملكة ومن دول الخليج. طريق نجاح العربية لم يكن سهلاً أبداً، فأرواح فقدت في سبيل الوفاء بوعد المحطة أن تعرف أكثر، كما ركز سام بارنت الرئيس التنفيذي لإم بي سي في كلمته. يجدر بي أن أسلط الضوء على 18 شخصاً فقدوا حياتهم في سبيل خدمة قناتنا في السنوات العشرين الماضية، ويجب ألا ننسى مطلقاً المخاطر التي تواجهها طواقمنا والتضحيات التي يقدمها الكثير من الصحفيين والثمن الذي دفعته العربية. نفتخر بهم جميعاً، ونحن ملتزمون بمواصلة عملهم بذات المستوى من النزاهة على مدار 20 عاماً القادمة. في بداية طريقها اختارت العربية أن يكون نهجها هو المهنية بعيداً عن الشعبوية والدعاية، وكانت عنصراً في معركة التنوير بعيداً عن العنف والجهل، كما يقول ممدوح المهيني المدير العام لقناتي العربية والحدث. العربية لم تركن أبداً لتاريخها الطويل، ففي عيدها 20 تعلن عن مزيد من التوسع بإطلاق إذاعة العربية FM. نعم، أنا مدير محظوظ لأنني معكم في الرياض، عاصمة المستقبل وقبلة المؤسسات العالمية الكبرى، حيث تبث العربية نشراتها وبرامجها من استديوهاتها وتستمر في توسعها. وليأذن لي معالي وزير الإعلام وسعادة رئيس مجلس الإدارة بالإعلان من هنا من الرياض بإطلاق إذاعة العربية FM. لتكون الأقرب دوماً والأقدر على استجابات لاحتياجات الجمهور المختلفة. في احتفالية عيد العربية 20 ينظر مدير المؤسسة بعين إلى ماض مشرف، وبعين أخرى إلى مستقبل تسعى خلاله العربية إلى الحفاظ على موقعها في مقدمة فضاء شديد التنافسية. شكرا لك محمد. أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك بعدما تعذر رؤية هلال شهر رمضان في المرصدين، وبعدما دعت المحكمة العليا في السعودية بوقت سابق إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان اليوم. وبهذا الإعلان يكون يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، على أن يكون الخميس هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام. نختم أخبار الساعة مشاهدينا من مسلسل تيد لاسو الذي كان العام الماضي أكثر مسلسل كوميدي يحصد جوائز الأمي أورد. عاد تيد لاسو من جديد قبل أيام بموسم ثالث، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حاولت استغلال نجاح المسلسل الشهير، وتأثر به طبعا الأمريكيين والعالم كله بأبطاله، ليوجه لطاقمه الدعوة زيارة البيت الأبيض، والهدف نبيل التوعية بالصحة العقلية. إنه لشرف عظيم أن أزور البيت الأبيض وأن تتاح لي الفرصة للتحدث إلى الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى حول أهمية الصحة العقلية. لذا بغض النظر عن هويتك وعن المكان الذي تعيش فيه وعمن صوتت له، فمن المحتمل أننا جميعا صادفنا شخصا كان يعاني ويشعر بالعزلة والوحدة والقلق، وقد نكون هنا نتحدث عن أنفسنا أيضا. في ختام أخبار الساعة مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. مبادرة السلام الصينية، أوكرانيا بانتظار مكالمة شي وبوتين يصفها بقاعدة للتسوية. لائحة اتهام ترامب تنحي خلافات الجمهوريين جانبا ولو مؤقتا، والخوف من أعمال عنف. وزير المالية الإسرائيلي وتشريع الكنيست يزيدان طين حكومة نتنياهو بيلا، ووزير الدفاع قد يفاقم الأوضاع. الاحتجاجات الرافضة لتمرير إصلاح نظام التقاعد، قنبلة موقوتة قد تفجر الوضع الاجتماعي. المزيد مشاهدين عبر مواقع العربية. إلى هنا أتي إلى ختام أخبار الساعة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.